نستهل جولة الصحف العربية والعبرية الصادرة اليوم من القاهرة، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط أن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال أمس الثلاثاء إنه لا يمكن منطقياً اعتبار أن الصين محايدة، وذلك فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني الروسي. الصحيفة أضافت أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيريبي اتهم بكين بنشر الدعاية الروسية لجهة أن الحرب في أوكرانيا هي نتيجة عدوان غربي في وقت أشاد فيه الرئيسان الروسي والصيني بدخول العلاقات الخاصة بين بلديهما حقبة جديدة في مواجهة الغرب. صحيفة الخليج الإماراتية كتبت تحت عنوان السودان خطوة إيجابية أن البلاد بدأت بالخروج من عنق الزجاج بعد انسداد سياسي وأمني واقتصادي جراء أزمة استفحلت منذ 25 من أكتوبر 2021. الصحيفة تابعت أن الاتفاق الإطاري الذي أبرم في 5 نوفمبر الماضي كان مقدمة للخروج من المأزق وفتح الباب أمام تسوية سياسية كانت تحتاج إلى خارطة الطريق وإجراءة عملية للتنفيذ. في إسرائيل كتبت صحيفة هاريتس أن الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيليين آخرين ردوا بقسوة على إلغاء إسرائيل لأجزاء من قانون فك الارتباط للعام 2005 والسماح للعودة لـ4 مستوطنات في الضفة الغربية تم إخلاؤها منذ ما يقرب من عقدين. الصحيفة أضافت أن الحكومات الأجنبية أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج التوترات مع الفلسطينيين وتقويض احتمال حل الدولتين.